اهلا بحضراتكم من جديد والترند العالمي. اتكلمنا على احداث مباراه الاهلي والاسماعيلي والاستعدادات، لكن طبعا في هذه الفتره وفي هذه الاثناء كل الكلام عبر السوشيال ميديا على انتقال ميسي الى باريس سان جيرمان، واليوم توجهه الى باريس للانضمام الى حديقه الامراء مع باريس سان جيرمان. نشوف الترند العالمي وابرز الاحداث، وقدمنا طبعا الحساب الرسمي او الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان على تويتر، نشر فيديو تشويقي لانضمام ميسي لصفوف الفريق، والمقرر اعلان اليوم عن الصفقه بشكل رسمي. بالفعل اثناء الحلقه باريس سان جيرمان بشكل رسمي اعلن عن انضمام ميسي الى باريس سان جيرمان. طيب، كبرى الوكالات الاجنبيه والعالميه اهتمت جدا بمساله توقيع ميسي لباريس سان جيرمان. نروح كمان نشوف سكاي نيوز عربية من خلال حسابها الرسمي على تويتر اللي بيقول ميسي يصل إلى باريس لتوقيع عقد الانضمام لباريس سان جيرمان، طبعا بشكل رسمي أصبح لاعبا في النادي الفرنسي. كمان معانا من نيمار، قدامكم طبعا على الشاشة هو فيديو وصول ميسي لباريس سان جيرمان. عايز أقول لكم العالم كله خلال ال 72 ساعة الماضية ما بيتكلمش إلا على انضمام ميسي. دي لحظة تاريخية لجماهير باريس سان جيرمان. يمكن عايز اقول لكم بالامس الناس كان عند المطار وقرب النادي، وحتى بعض المستشفيات اللي ممكن يعمل فيها اجراء الكشف الطبي الناس كانت محتشده منتظره وصول ميسي، وهو ما كانش لسه موجود اصلا وما كانش لسه سافر الى فرنسا. لكن النهارده شايفين طبعا الجمهور، وعايز اقول لكم ده هيعمل رواج كبير جدا بالنسبه للدوري الفرنسي وبالنسبه للاقتصاد الرياضي في فرنسا خلال السنوات القادمه. في دوريات قيمتها التسويقيه هتعلى، وفي دوريات قيمتها التسويقيه بعد ما كانت هي رقم واحد في العالم هتنزل بشكل كبير جدا زي الدوري الاسباني، خاصه بعد رحيل كريستيانو ورحيل ميسي. طيب، نيمار من خلال حسابه الرسمي على الانستجرام نشر صوره مع ميسي، باك توجذر، عدنا معا مجددا. كنا عارفين نيمار طبعا كانت البدايه في انتقاله من برشلونه الى باريس سان جيرمان، ثم لحق به ميسي خلال هذا العام. بس انتقال ميسي يا جماعه محتاج دراسه، لان الامر مش متعلق بقيمه ماديه وتفاصيل ماديه، الامر متعلق بنظام ورابطه انديه محترفه بتلعب وبتشتغل على فكره ان العقود دي ما يكونش فيها اي شبهه تلاعب مالي. الناس لو ركزت في التفاصيل اللي حصلت في الليجا هتعرف ان الدوريات كلها بلا استثناء بعيده كل البعد عن العمل الاحترافي، تحديدا اسبانيا والمانيا وانجلترا بالترتيب من اكبر الدوريات والروابط اللي بتشتغل على فكره ايه، تحديد شغل الروابط وتحديد شغل عقود العمل ما بين اللاعبين والانديه خلال الفتره القادمه. طيب، نروح كمان لحساب بليتشر ريبورت بيتكلموا على ميسي سيتقاضى كام مع باريس سان جيرمان. هيتقاضى راتب يبلغ 41 مليون دولار في الموسم، رقم كبير جدا. وكلنا كنا عارفين في الفتره اللي كان موجود فيها مع برشلونه كان وصل لمرحله تخفيض العقد بنسبه حوالي 50%، بس طبعا فكره بقى الايرادات والمصروفات والعقود اللي بتدفع للعيبه قيمتها والسنه اللي فاتت قيمتها كام، وعقد ميسي لو نزل ال 50% ده ممكن يكون في شبه تلاعب مالي ولا لا، كل التفاصيل دي كانت سبب في رحيل ميسي عن برشلونه واصبح حاليا موجود مع باريس سان جيرمان.